وحد مسكك من ايدك الاتنين بالشكل ده، متحاولش تضيع وقت انك تشد وتطلع منها. اهو كف ايدي بره اهو، هنلف الكف ويطلع لفوق بالشكل ده بس من الداخل اهو. كف تحت اهو، هنلفه ويطلع من هنا اهو اهو. وبعد كده هتلف بالشكل ده، اول ما هتمسك الايد كده هتنزل بيها لتحت، تمسك الرقبة دي تنزل بيها كده، بكف ايدي تحت اهو، هنلف الاتنين مع بعض للداخل ويطلع لفوق اهو، هيلف كده ويطلع لفوق اهو، تاخد دول كده مع بعض كده، تنزل بدول وتمسك الرقبة كده. الناحية التانية كده كف اهو بره، هتلفه لجوه كده اهو، بعدين تطلع لفوق، بعدين تحطهم الاتنين مع بعض كده.